الحاج رياض سلهب من سكان القدس، مواليد 47. المهنة تبعتي تنجيد طبعاً، ورثتها عن والدي، وكان والدي عن سيدي، يعني مهنة كانت قديمة. في البلد هون ما في ولا أي منجد، أنا الوحيد اللي يعني بجيب القطن وبنجد وكذا، من الحرف القديمة قديمة قديمة جدا، يعني من بدي أقول لك سوق القطانين، هذا اللي باب الحرم تحت سموه سوق القطانين لأنه كانوا القطانين موجودين بهذا السوق. كنا نطلع نتفرع على جميع القرى، يعني أنا بدي أقول لك من كل القضى القدس تقريبا فريته، أبو ديس، الأيزرية، رأس العمود، بيت حرير، شعفاط، القبيبة، الجيب، بدو، كل المناطق هذه كلها نطلع على البيوت عندها ونشتغل الشغل هذا. كان في عندنا أوس موجود عندي أنا هلأ، في لا يزال محتفظ فيه هذا، وناخد القياس المتر، ما كانش في متر، كان في دراع، كانوا يكيلوا بالدراع مش بالمتر زي اليوم. الدراع، السيخ الحديد كنا نطرق فيه القطن، العصا اللي كنا نسهمد القطن فيها، وطبعا القوس مع المضربة هذه ننجد القطن، نحمل القوس بالشكل هذا هيك على عجرنا ونخبط في المضربة يتنفش القطن، بعد التنفيش يتعبى بالفرشات واللحوف واللي كده. يعني هذا كان ياخذ وقت معانا تقريبا يوم او يومين تتحمل شغله، حتى انت ما بتقدر تبيني انه هذه الغرزه شغل ايد، بتفكروا انه شغل ماكينه ومطرز وصور رسمات. هذه المهنه تقريبا انتركت، فشوي شوي 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 الشغل كله خف، يعني بطلنا نطلع على الشغل، صار شغلنا برا في القرى، صاروا يشتروا جنابي سفنج ويناموا عليهم، يعني بطلنا نطلع على القرى ننجد. المهنة هذه تقريبا انقرضت، الشغيل اللي كانوا يشتغلوا كلهم ولا واحد ضل في هالمهنة هذه. أنا بحب المهنة هذه، ويعني بدك تقولي بدونها أنا بقدرش أعيش، يعني هذه مهنتي، مهن أبوي علمني إياها وأنا حبيتها كتير، ولا يزال أنا ما راح أتركها، تقولوا ما أنا بقدر أشتغل راح أشتغل مش راح أتركها.